بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلبة التوجيه في مدارس الوطن العربي لعام 2020، حياكم الرحمن جميعا. سنتحدث اليوم عن درس جديد من دروس اللغة العربية تخصص، وهو عمل المشتقات عمل اسم الفاعل. بسم الله نبدأ معا. اسم الفاعل هو اسم مشتق يدل على الحدث أو من يقوم به، ويصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، مثل ذاهب وراج وساع وكاتبون وجالسون. لاحظ في حالة الجمع يرد إلى المفرد، كاتبون جمع ترد إلى المفرد كاتب على وزن فاعل، جالسون المفرد جالس على وزن فاعل. أما من غير الثلاثي يصاغ على وزن الفعل المضارع بإبدال الحرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، مثلا ينكسر تستبدل الياء ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر منكسر، ومستخدم الفعل المضارع يستخدم يتم استبدال الياء ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر. في حال طلب مني استخراج اسم فاعل، إما نبحث على وزن فاعل كاسم على وزن فاعل، أو ميم مضمومة ومكسور ما قبل الآخر، كلمة فيها ميم مضمومة ومكسور ما قبل الآخر. ذكرنا سابقا أن المصدر يعمل إذا كان مضافا، وعمل المصدر هو نصب مفعول به. اليوم سنتحدث عن عمل اسم الفاعل. فما هو عمل اسم الفاعل؟ يعمل اسم الفاعل عمل فعله، فإذا كان فعله لازما رفع فاعلا. المقصود بكلمة لازم يا شباب أنه يكتفي بالفاعل، وإذا كان فعل اسم الفاعل متعديا فإن اسم الفاعل ينصب مفعولا به، والمقصود بالمتعدي أنه يحتاج إلى مفعول به لاكتمال معنى الجملة. يعني ببساطة يا شباب، إذا كان لدينا اسم فاعل مثل حامل أو قارئ أو ذاهب أو قائم، كيف بدنا نعرف عمل اسم الفاعل في هذه الحالة؟ نأخذ فعل كل منها، مثلا حامل، الفعل هو حمل، حامل اسم فاعل، فعل حامل هو حمل. هل هو لازم أم متعدي؟ لمعرفة ذلك يمكن وضع الفعل في جملة مفيدة أو إضافة الهاء إلى الفعل كما تعلمنا سابقا، فإذا قبل الهاء فالفعل متعدي، وإذا لم يقبل الهاء فهو لازم. نطبق على حامل، حكينا حامل الفعل هو حمل، عند إضافة الهاء يصبح حمله، لاحظ أنه الفعل قبل الهاء حمله، بما أنه قبل الهاء فالفعل، فاسم الفاعل في هذه الحالة ينصب مفعولا به، لأنه حكينا إذا الفعل كان بيحتاج لمفعول به فإنه في هاي الحالة ينصب مفعول به لاسم الفاعل. مثال آخر، قارئ، قارئ اسم فاعل، الفعل من قارئ هو قرأ، عند إضافة الهاء للفعل قرأ يصبح قرأه. هل قبل الهاء؟ قرأه، قرأ الكتاب قرأه، لاحظ أنه قبل الهاء، بما أنه قبل الهاء فالفعل ماله متعديا، وما دام متعدي يا شباب في هاي الحالة اسم الفاعل شو بيعمل؟ ينصب مفعولا به. أما إذا كان الفعل اسم الفاعل مثلا ذاهب، لاحظ ذاهب، الفعل من ذاهب هو اسم الفاعل ذاهب، والفعل هو ذهب، عند إضافة الهاء للفعل ذهب يصبح ذهبه، لاحظ ذهبه، في عندي فعل باللغة العربية ذهبه لم يقبل الهاء، الفعل ذهبه لم يقبل الهاء، بالتالي اسم الفاعل في هذه الحالة عمله شو؟ بما أنه الفعل لازم لم يقبل الهاء، إذا يعمل اسم الفاعل على رفع فاعل. كذلك قائم، لاحظ قائم اسم على وزن فاعل، هل ينصب مفعول به؟ اسم الفاعل رح ينصب مفعول به ولا يرفع فاعل؟ تعال على قائم، الفعل هو قام، ضيف لقام الهاء قامه، هل قبل الهاء؟ في عندي فعل اسمه قامه، لاحظ أنه لم يقبل الهاء، بالتالي بما أنه لم يقبل الهاء فالفعل ماله لازم، إذا قبل الهاء فهو متعدي، أما إذا لم يقبل الهاء فهو لازم. بما أنه لم يقبل الهاء فالفعل لازم، عمل اسم الفاعل في هذه الحالة هو رفع فاعل. إذن المطلوب منك يا مس فقط معرفة إذا كان فعل اسم الفاعل لازم أم متعدي، بذلك تتوصل إلى عمله، إذا كان لازما يعمل على رفع فاعل،
أما إذا كان متعدي فيعمل على نصب مفعول به. نطبق يا شباب طبعا على الأمثلة، لكن في البداية بدك تعرف شروط عمل اسم الفاعل. هل يعمل بشروط؟ لاحظ المصدر حكينا يعمل بشرط، شرط المصدر أن يكون مضاف، حتى يعمل المصدر يجب أن يكون مضاف. هل اسم الفاعل بينطبق عليه نفس شروط المصدر؟ لا، بيختلف. بيحكي لك اسم الفاعل حتى يعمل لازم يكون الشرط الأول، لاحظ الشرط الأول أن يكون معرف بأل التعريف. مثلا يشارك شباب الوطن المدركون مستقبلهم في برامج تطوعية. اسم الفاعل في الجملة طبعا إما بده يكون على وزن فاعل أو ميم مضمومة ومكسور ما قبل الآخر. لو بحثنا عن الاسم الفاعل في الجملة في أمامي خيارين، إما الخيار الأول وهو إما يكون عندي المدركون أو مستقبل، لأنه الكلمتين بدأوا بميم مضمومة. تعال على مدرك، لاحظ مدرك ميم مضمومة مكسور ما قبل الآخر، بينما مستقبل ميم مضمومة مفتوح ما قبل الآخر. مستقبل لاحظ إن الباء مفتوحة، بالتالي اسم الفاعل هي كلمة المدركون. المدركون يا شباب لاحظ إنهم عرفوا بقل التعريف وهو شرط أساسي لعمل اسم الفاعل. بما إنه اسم الفاعل معرف بقل التعريف إذن يعمل. شو عمله يا شباب؟ إما إنه يرفع فاعل أو ينصب مفعول به حسب إذا كان الفعل تاع اسم الفاعل لازم أو متعدي. تعال نشوف حتى نعرف إذا كان عمل اسم الفاعل هو رفع فاعل أو نصب مفعول به من خلال اسم الفاعل المدركون. الفعل من اسم الفاعل المدركون هو أدرك. هل هو لازم أم متعدي؟ ضع الهاء على الفعل أدرك يصبح أدركه. إذن قبل الهاء الفعل متعدي، بالتالي الكلمة اللي بتيجي بعده هي مفعول به. في حالة تانية يا شباب أو طريقة أسهل ممكن تكون بالنسبة لك أسهل، استبدل اسم الفاعل بالفعل. لاحظ المدركون شو حكينا الفعل تاعها؟ الفعل هو أدرك. استبدل أدرك بالمدركون، الجملة شو بصير في عندك؟ بصير عندك الجملة أدرك مستقبلهم. اعربها، أدرك فعل ماض، الفاعل ضمير مستتر تقديره هم لأنه بحكي عن الشباب، مستقبل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لاحظ أنا من خلال استبدلنا اسم الفاعل بالفعل، الفعل من المدركون هو أدرك. أدرك الشباب مستقبلهم، أدرك فعل والفاعل مستتر ومستقبل مفعول به. إذن ما هو عمل اسم الفاعل؟ شو اللي عمله اسم الفاعل بالجملة؟ اللي عمله يا شباب إنه رفع فاعل مستتر تقديره هم وتقديره هم ونصب مفعول به وهو مستقبله. هذا هو عمل اسم الفاعل. عيد لك إياها كمان مرة. حكينا اسم الفاعل هو المدركون، أخذنا الفعل من المدركون وهو أدرك، استبدلنا اسم الفاعل بالفعل، الجملة صارت عندي أدرك مستقبلهم. أدرك فعل والفاعل اللي هو الشباب مستتر تقديره هم، مستقبل مفعول به. السؤال ما هو عمل اسم الفاعل؟ شو اللي عمله اسم الفاعل بالجملة؟ لاحظ انه رفع فاعل مستتر تقديره هم ونصب مفعول به وهو مستقبله. سبب عمل، لما احكي لك علل سبب عمل اسم الفاعل، لماذا عمل اسم الفاعل في الجملة؟ لماذا رفع فاعل مستتر تقديره ونصب مفعول به مستقبله؟ سبب عمله يا شباب لأنه جاء معرف بأل التعريف. السبب اللي خلى اسم الفاعل يعمل هو أنه وقع معرفاً أو جاء معرف بأل التعريف. أعرب مستقبلة، اللي بيهمني إعرابه يا شباب، ما بيهمني إعراب اسم الفاعل، بيهمني إعراب الكلمة اللي بتقع بعد اسم الفاعل. في بعض الحالات رح نعرف إعراب اسم الفاعل، لكن في هاي الحالة بيهمني إعراب الكلمة الواقعة بعد اسم الفاعل. إعرابها يا شباب هي بما انه حكينا ادرك مستقبلهم، مستقبل مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه، وهو طبعا مفعول به لاسم الفاعل، لا لاسم الفاعل مفعول به لمين؟ لاسم الفاعل منصوب وعلامه نصبه الفتحه وهو مضاف، والهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. مثال اخر، مثلا هنيئا للممتلئه قلوبهم. لاحظ يا شباب عندي اسم الفاعل بالجملة ممتلئة ميم مضمومة مكسور ما قبل الآخر.
كلمة ممتلئة عبارة عن اسم فاعل. بين عمل اسم الفاعل في الجملة. لما أحكي لك بين عمل اسم الفاعل، بدك تحكي لي إما رفع فاعل أو إنه نصب مفعول به. نأخذ الفعل، طبعا ما بعرف إنه هل هو رفع فاعل أو نصب مفعول به إلا من خلال إنه استبداله بالفعل. استبدل ممتلئة، الفعل من ممتلئة هو امتلأ، امتلأ قلوبهم، لكن هون لأنه بنحكي عن المؤنث فشو بتستخدم؟ امتلأت، بنضيف تاء التأنيث الساكنة، امتلأت قلوبهم. اعربها، امتلأ فعل التاء تاء التأنيث الساكنة وقلوبهم فاعل مرفوع، امتلأت قلوبهم. إذا قلوب هي عبارة عن فاعل لاسم الفاعل. لاحظ إنه الفعل اسم الفاعل ما احتاج لمفعول به، ما في عندي مفعول به بالجملة. إذا عمل اسم الفاعل في هذه الجملة هو رفع فاعل لاسم الفاعل، وسبب العمل، سبب عمل اسم الفاعل، لاحظ أنه معرف بأل التعريف، لام حرف جر، وفي عندي أل التعريف الممتلئة، سبب عمل اسم الفاعل أنه جاء معرف بأل التعريف. إعراب قلوبه، لاحظ بما أنه حكينا امتلأت قلوبهم، عربناها فاعل، إذا هي فاعل لاسم الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، والهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. اللي عملته يا شباب بكل بساطة استبدلت اسم الفاعل بالفعل، وشفت موقع إعراب الكلمة اللي جاية بعد الممتلئة، فكان موقعها الإعرابي فاعل، بالتالي عمل اسم الفاعل هو رفع فاعل، عمل اسم الفاعل هو رفع فاعل لاسم الفاعل. سبب العمل لأنه معرف بآل التعريف. يعني شباب افهم اللي بدي أحكي لك إياه، اسم الفاعل إما عمله بيكون برفع الفاعل أو نصب مفعول به. المطلوب منك بس تعرف إذا كان الفعل لازم أو متعدي. بدك تعرف إنه هاي اسم الفاعل لما آخذ الفعل تاعه هل هو لازم أو متعدي. إذا كان لازما فعمل اسم الفاعل هو رفع فاعل، أما إذا كان اسم الفاعل متعديا فعمل اسم الفاعل في هذه الحالة إما رفع فاعل مستتر، لكن المهم إنه ينصب مفعول به، لازم إنه يكون في عندي مفعول به منصوب لاسم الفاعل. ننتقل طيب يا شباب إلى المرحلة الثانية. طبعا شرحنا الكلام، حكيت لك إنه بإمكانك تعرف تميز بين الفعل المتعدي واللازم من خلال إدخال الهاء على الفعل. السؤال اللي بيهمني يا شباب عمل اسم الفاعل، بدك تعرف انه عمل اسم الفاعل سبب علل عمل اسم الفاعل في الجمل السابقة لأنه جاء معرف بال التعريف. ما هو عمل اسم الفاعل أو بين عمل اسم الفاعل؟ إما رفع فاعل أو نصب مفعول به. في حالات يا شباب اسم الفاعل ما بيكون معرف، ما بيجي معرف بال التعريف، هل بيعمل في هاي الحالة؟ هل اسم الفاعل في هذه الحالة يعمل برفع الفاعل، رفع فاعل ونصب مفعول به، أم أنه لا يعمل؟ في عندي حالات بتحكي لي إنه اسم الفاعل في حال كان غير معرف بأل، يعني شو معنى غير معرف بأل؟ يعني عليه تنوين، فإنه يعمل بشرطين، بيعمل بس بشرطين. يعني إذا كان عندي اسم الفاعل حامل أو قارئ مش معرف بأل التعريف، ما إجا الحامل أو القارئ، بيعمل يعني بإمكانه إنه يرفع فاعل وينصب مفعول به، لكن إذا توافر شرطين في هذا الاسم. أول شرط أن يدل على الحال، كلمة الآن واليوم كلمات بتدل على شو يا شباب؟ على الحال. أما كلمة غدا تدل على الاستقبال. إذا أول شرط حتى يعمل اسم الفاعل في حال ما كان معرف بقل التعريف أنه يدل على الحال من خلال كلمة الآن أو اليوم أو الاستقبال، لازم يكون عندي كلمة غدا بالجملة. الشرط الثاني إما أن يكون اسم الفاعل، لاحظ أنا بحكي لك عن اسم الفاعل، أن يكون سبق باستفهام أو نفي، أو أن يأتي اسم الفاعل إما يكون اسم الفاعل مسبوق باستفهام أو مسبوق بنفي، أو أنه نفسه اسم الفاعل يكون منادى أو خبر أو صفة أو حال. طبعا راح نفهم الكلام من خلال الأمثلة التالية. عائد والدك من سفره اليوم. لاحظ اسم الفاعل في الجملة هو عائد على وزن فاعل. هل هو معرف بقل التعريف؟ مش معرف بقل التعريف. طب ما هو سبب اسم الفاعل؟ لا، ما هو سبب عمل اسم الفاعل؟ لازم يكون في عندي شرطين متوفرين بالجملة حتى يعمل اسم الفاعل.
لاحظ الشرط الأول إنه في عندي كلمة اليوم، اليوم تدل على الحال. والشرط الثاني لازم يكون إما مسبوق باستفهام أو نفي، أو إنه يكون هو نفسه منادى أو خبر أو صفة أو حال. لاحظ بالجملة الأولى شو سبق؟ باستفهام، بما إنه عندنا علامة استفهام وعندي استفهام بالهمزة، إذا اسم الفاعل سبق باستفهام. سبب عمل اسم الفاعل بالجملة لما أحكي لك بين أو علل سبب عمل اسم الفاعل في الجملة. لاحظ ما بجاوب إنه معرف بقال التعريف لأنه مش معرف، لكن في سبب ثاني أو آخر وهو أنه سبق باستفهام ودل على الحال من خلال كلمة اليوم. مثال آخر مثلا، ما ناس أخوك واجباته. لاحظ أنه ناس أصلها ناسي، لكن حكينا أنه الاسم المنقوص في اسم الفاعل مثل ساعي وقاضي في حال كان نكرة تحذف الياء. اسم الفاعل شو بصير عندي؟ ناس. سبب عمل اسم الفاعل أنه لازم يكون عندي، بما أنه مش معرف بقال التعريف، لازم يتوافر فيه الشرطين. الشرط الأول أنه لاحظ انه بما انه ما عندي كلمه بتدل على الاستقبال، اذا هي بتدل على الحال. ثانيا اللي بيهمني الشرط الثاني ان انه سبق، لاحظ هل سبق باستفهام؟ لا، سبق بنفي، ما ناس، ما حرف نفي. وكذلك في المثال الثالث، يا صانعا الخير، اسم الفاعل على وزن فاعل صانع. لاحظ ان صانع غير معرف بقال التعريف، اذا لازم يعمل من خلال الشرطين. الشرط الاول بما انه ما عندي كلمه بتدل على الاستقبال، اذا هو بيدل على حال. ثانيا لازم يكون اما مسبوق باستفهام او نفي او منادى وخبر. لاحظ انه هون سبق بنداء او جاء منادى. لاحظ انه اسم الفاعل بما انه سبق بياء النداء، اذا وقع منادى او جاء منادى. نطبق على الامثله مثال ونشرحه بالتفصيل. المثال الاول يا شباب، لاحظ عائد والدك من سفره اليوم. حكينا اسم الفاعل هو عائد، عائد اسم فاعل. سبب عمل اسم الفاعل، طبعا رح اطرح عليك سؤالين او ثلاثة اسئلة. السؤال الاول بين عمل اسم الفاعل، والسؤال الثاني ما هو عمل اسم الفاعل، والسؤال الثالث اعرب ما تحته خط. السؤال الاول، نبلش باول سؤال يا شباب، عائد، ما هو عمل اسم الفاعل؟ ما هو عمل اسم الفاعل؟ عمل اسم الفاعل يا شباب حكينا اما انه يرفع فاعل او ينصب مفعول به. كيف بدنا نعرف؟ بنستبدل اسم الفاعل بالفعل. عائد الفعل منها عادة، استبدل عائد بعادة. عاد والدك، اعرب لي الجملة، عاد فعل ماضي، والد فاعل. اذا بكل بساطة شو عمل اسم الفاعل؟ عمل اسم الفاعل هو رفع فاعل. لاحظ بما انه الفعل لازم، اذا رفع فاعل، اذا والدك هي رفع فاعل. علل سبب عمل اسم الفاعل، بما انه اسم الفاعل اول شرط حكينا انه يكون معرف بقال التعريف. هل عائد معرف بقال التعريف؟ لا. اذا بده يعمل من خلال، حكينا في ست شروط لازم واحد ينطبق عليها في حال مش معرف بقال التعريف، اما يكون سبق باستفهام أو سبق بنفي، أو وقع اسم الفاعل نفسه وقع منادى أو صفة أو خبر أو حال. لاحظ في المثال الأول أنه سبق باستفهام، استفهام بالهمزة. إذا سبب عمل اسم الفاعل أولا أنه سبق باستفهام ودل على حال من خلال كلمة اليوم. كلمة اليوم دلت على حال، دائما كلمة الآن واليوم بتدل على الحال، بينما غدا تدل على الاستقبال. إذا السؤال الأول حكينا ما هو عمل اسم الفاعل؟ عمل اسم الفاعل هو رفع فاعل، لأنه الفعل لازم عاد والدك، فعل لازم، إذا رفع فاعل. ثانيا علل سبب عمل اسم الفاعل، ما هو عمل اسم الفاعل؟ لاحظ عمل اسم الفاعل، علل، عمل اسم الفاعل عمل فعله في الجملة السابقة. الإجابة لأنه دل على حال، ثانيا لأنه سبق باستفهام. هاي الإجابة يا شباب، سؤال علل، دائما سؤالها بيجي علل. السؤال الثالث أعرب ما تحته خط، والمطلوب منك إعراب والد. حكينا والده إعرابها فاعل، الاسم الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إذا المثال الأول بيحكي لنا أنه سبب عمل اسم الفاعل أنه سبق باستفهام. المثال اللي بعده بيحكي لنا ما ناس أخوك واجباته.
اسم الفاعل اتفقنا على انه ناسن. السؤال الاول، علل سبب عمل اسم الفاعل في الجملة. لما احكي لك علل عمل اسم الفاعل، اما بدك تحكي لي انه معرف بقل التعريف، او انه انطبق عليه شرط من الشروط الستة اللي حكيناها، سبق بنفي او باستفهام، او نفسه اسم الفاعل وقع او جاء منادى او صفة حال وخبر، واحدة من الشروط الستة لازم تنطبق. بما انه اسم الفاعل مش معرف بقل، اذا لازم ندور على شرط من الشروط الستة. لاحظ انه في عندي سبقة، لاحظ ناسن سبق بحرف نفي، بالتالي سبب عمل اسم الفاعل انه سبق بنفي. في عندك كلمة غدا بالجملة بتدل لك على المستقبل، لا، اذا الجملة بتدل على الحال. ما ناسن اخوك واجباته، بما انه ما في جملة او كلمة بتدل لك على الاستقبال مثل غدا، اذا دلت على حال. سبب عمل اسم الفاعل، لاحظ علل عمل اسم الفاعل في الجملة، السبب انه دل على حال بنفس اللحظة، ثانيا انه سبق بنفي. السؤال الثاني يا شباب، ما هو عمل اسم الفاعل؟ بين عمل اسم الفاعل. اسم الفاعل اما بده يرفع فاعل او ينصب مفعول به. نستبدل طبعا لمعرفة عمله، بنستبدل الفعل اسم الفاعل بالفعل. الفعل من ناس هو نسي، نسي اخوك واجباته. اعرب لي الجملة شباب. نسي فعل ماض، اخوك، لاحظ تعلمنا انه دائما اخوك من الاسماء الخمسة، طرحناها اكثر من مرة يا شباب، حكينا انه اخوك من الاسماء الخمسة. في هاي الحالة شو بنعربها؟ نسي اخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لانه من الاسماء الخمسة وهو مضاف الكاف. طبعا احنا متفقين على انه اي اسم اتصل فيه ضمير، اعراب الضمير مضاف الى ضمير متصل في محل جر مضاف اليه. اذا لاحظ انه اسم الفاعل رفع فاعل. خلاص انتهت الجملة شباب. انا باخوك اكتمل معنى الجملة. ما ناسن اخوك، هل اعطيتك معنى مفيد للجملة؟ لاحظ انه الجملة ما اكتملت، ما حكيت لك نسي اخوك. ماذا نسي اخوك؟ لازم انه ناخذ الكلمة اللي بعديها، واجباته. شو اعراب واجبات؟ تذكر لما حكينا عن جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجاز بالكسرة. إذا واجبة، ماذا نسي أخوك؟ واجباته. إذا واجبات شو إعرابها يا شباب؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. طيب نرجع لسؤالنا، ما هو عمل اسم الفاعل؟ لاحظ أنه اسم الفاعل ما اكتفى بالفعل، ما اكتفى أنه فقط بالفاعل. الفاعل ما أعطاني معنى مفيد للجملة، لذلك شو احتاج؟ لمفعول به. إذا عمل اسم الفاعل يا شباب أنه رفع فاعل وهو أخوك، ونصب مفعول به وهو واجباته. لاحظ أنه اسم الفاعل ناسن رفع فاعل وهو أخوك، ونصب مفعول به وهو واجباته. طبعا شباب لما أحكي لك نصب مفعول به، هو أكيد في فاعل. الفاعل إما بيكون ظاهر أو بيكون مستتر، يعني ما بيجي المفعول به من فراغ، لازم يكون إما في فاعل بالجملة، إما مستتر أو ظاهر. أما لما أحكي لك رفع فاعل، خلص انتهى، ما في مفعول به. إذا عمل اسم الفاعل كمان مرة، رفع فاعل وهو أخوك، ونصب مفعول به وهو واجبات. سبب عمل اسم الفاعل لأنه سبق بحرف نفي ودل على الحال. أعرب ما تحته خط أخوك. لاحظ أخوك هي عبارة عن فاعل لمين؟ لاسم الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف طبعا وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. واجباته مفعول به منصوب لاسم الفاعل بالكسرة، طبعا منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. الحالة، ننتقل إلى الحالة الثالثة لاسم الفاعل في حالة كان نكرة غير معرف بقل التعريف. احكينا إذا كان اسم الفاعل منادى. لاحظ يا صانعا الخيرة، صانعا يا شباب اسم فاعل على وزن فاعل، صح؟ طيب ما هو عمل اسم الفاعل؟ أو ما سبب، علل سبب عمل اسم الفاعل. هل هو معرف بقل التعريف؟ لا، ما في قل التعريف في بداية الصانع. إذا لازم نروح ندور على حالة من الحالات الستة. هل سبق باستفهام؟ لاحظ أنه لم يسبق باستفهام. سبق بنفي، لم يسبق بنفي.
في هاي الحالة إذا لم يسبق باستفهام أو في نفي، بدك تبحث عن الموقع الإعرابي لنفس الاسم الفاعل، الموقع الإعرابي لاسم الفاعل. إما أنت بين أربع خيارات، إما بده يكون منادى أو صفة أو حال أو خبر. إذا ما سبق بنفي أو استفهام بدنا نبحث عن نفس موقع اسم الفاعل، لازم يكون في حالة من الحالات الأربعة، إما يكون خبر أو منادى أو صفة أو حال. لاحظ في المثال يا صانعاً، لاحظ الموقع الإعرابي واضح بما أنه سبق بياء النداء، إذن الموقع الإعرابي لاسم الفاعل شو إجا؟ إجا منادى. إذن سبب عمل اسم الفاعل، علل سبب عمل اسم الفاعل. الإجابة يا شباب لأنه جاء أو وقع اسم الفاعل منادى. لما أسألك علل سبب عمل اسم الفاعل في الجملة، الجواب يا شباب بتحكي ما بتحكي لا سبق بنفي ولا باستفهام، لأن اسم الفاعل جاء منادى. لاحظ الموقع الإعرابي له منادى. ما هو، طبعا بما أنه الجملة ما فيها كلمة غدا تدل على الاستقبال، إذا بنحكيها دلت على حال. بما أنه ما في عندي كلمة بتدل على الاستقبال، إذا الجملة بتدل على الحال. لو ركزنا بالجملة يا شباب وحكيت لك بيّن عمل اسم الفاعل، عمل اسم الفاعل إما رفع فاعل أو نصب مفعول به، شو بدنا نعمل؟ لازم ناخذ الاسم الفاعل ونستبدله بشو؟ بفعل. صنع، لاحظ صنع الخيرة، عرب لي اياها يا شباب. صنع فعل ماض، الفاعل مستتر، صنع هو الفاعل مستتر، الخيرة مفعول به منصوب. اذا شو عمل اسم الفاعل؟ لاحظ عمل اسم الفاعل انه رفع فاعل مستتر ونصب مفعول به وهو الخير. كيف عرفت؟ لأن استبدلت اسم الفاعل بالفعل، وهيك أعطتني الجملة، حكت لي إنه صنع هو الخير، الفاعل مستتر والخير مفعول به منصوب. أعرب ما تحته خط، السؤال لما أحكي لك أعرب ما تحته خط الخير مفعول به لاسم الفاعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نرجع كمان مرة نكرر السؤال، علل عمل اسم الفاعل في الجملة السابقة. حكينا بما انه ما في اشي دل على الاستقبال، اذا دلت على حال، ولانه اسم الفاعل منادى، لاحظ انه اسم الفاعل جاء منادى. اذا في حالة كان اسم الفاعل يا شباب غير معرف بقل التعريف، يعمل بشروط. الشرط الاول انه يكون دل على حال او استقبال. الشرط الثاني وهو المهم، اما يكون سبق بنفي او سبق باستفهام أو جاء اسم الفاعل منادى. الحالة الرابعة، ننتقل للحالة الرابعة، اسم الفاعل إذا وقع خبر. ما رح يكون في هاي الحالة منادى، لا رح يكون الموقع الإعرابي لاسم الفاعل خبر، خبر لمبتدأ أو خبر كان، طبعا إما خبر كان وأخواتها أو خبر إن وأخواتها، يعني ده في جميع الحالات الموقع الإعرابي خبر. مثلا الأجواء الآمنة في الأردن منشطة السياحة الداخلية والخارجية. اسم الفاعل في الجملة، لاحظ عندي منشطة، لاحظ كلمة منشطة اسم فاعل نكرة غير معرف بقل التعريف. سبب عمل اسم الفاعل، لما يسألني هون السؤال علل عمل اسم الفاعل عمل فعله في الجملة، شو السبب ليش عملت اسم الفاعل؟ السبب يا شباب حكينا، هل منشطة سبقت بنفي؟ ما في عندي ولا حرف نفي. سبقت باستفهام؟ لا. سبقت بنداء أو جاءت الموقع الإعرابي إلها منادى؟ كذلك لا. صفى عندي ثلاث حالات، إما بدها تكون بما أنه مش معرفة بقل التعريف، إما بدها تكون خبر أو صفة أو حال. تعال نشوف منشطة، هل هي دلت على صفة؟ هل صفة الأردن؟ لا. بالتالي استبعدنا الصفة. الحال دائما الحال منصوب بتنوين الفتح، ولاحظ أنه في هاي الحالة مش مكتوب عندي تنوين فتح. والجملة بدأت باسم، دائما يا شباب إذا الجملة بلشت باسم اعرف إنه فيها خبر، بحاجة إلى خبر. الأجواء مبتدأ، صفة الأجواء إنها آمنة، الآمنة صفة. شو خبرنا عن الأجواء الآمنة؟ حكينا عنها منشطة، إذا منشطة هي خبر للأجواء. الأجواء منشطة، منشطة خبر الأجواء. إذا سبب عمل اسم الفاعل في هذه الجملة إنه جاء اسم الفاعل خبر. اسم الفاعل شو الموقع الإعرابي له؟ خبر. طبعا في حال كان عندي كان وأخواتها وإن وأخواتها أسهل، بمجرد شفت بالجملة يا شباب إن وأخواتها أو كان وأخواتها، اعرف دائما إنه اسم الفاعل خبر، يعني كأنه بعطيك مفتاح للجملة. إذا شفت إن وأخواتها أو كان وأخواتها، اعرف إنه في عندي بالجملة خبر.
إذا اسم الفاعل في الجملة بما إنه بلش باسم مبتدأ، الأجواء مبتدأ، إذا منشطة هي خبر المبتدأ. ما هو عمل اسم الفاعل؟ عمل اسم الفاعل يا أدبي استبدل اسم الفاعل بالفعل. منشطة الفعل نشط، الفعل نشط، نشط السياحة. لاحظ إنه الفعل بصير نشط بما إنه بنحكي عن الأجواء، الأجواء بالتأنيث. إذا نشطت الأجواء السياحة، نشطت الأجواء الآمنة، الآمنة السياحة الداخلية والخارجية في الأردن. أو بصورة أبسط استبدل منشطة بالفعل نشط، نشطت السياحة. لاحظ نشط فعل، التاء تاء التأنيث الساكنة في حال أضفتها أو ما أضفتها. الفاعل مين؟ نشط الأجواء، ولاحظ أن الفاعل مستتر، نشط أو نشطت الفاعل مستتر. ماذا نشطت؟ السياحة، السياحة مفعول به منصوب. إذا لاحظ أنه اسم الفاعل تم صياغته من فعل متعدي. بما أنه الفعل يا شباب متعد، إذا شو بنعمل فيه؟ ينصب مفعول، يجب أنه يقوم على يعمل على نصب مفعول به، والمفعول به اللي هي السياحة مفعول به لمين؟ لاسم الفاعل. الفاعل طبعا مستتر. إذا صارت عندي الجملة ما أحكي لك بين عمل اسم الفاعل، بتحكي لي إنه رفع فاعل مستتر تقديره هي، وطبعا مش شرط تحط لي التقدير صحيح، إنه بس بالجملة الأجواء الآمنة، إذا تقديرها هي، اسم الفاعل تقديره هي، والسياحة مفعول به منصوب. في حال طلب إعراب الجملة كما هي بدون استبدال، بدون ما استبدل نشطت السياحة، الإعراب شو بصير يا شباب؟ بصير السياحة إعرابها مفعول به لاسم الفاعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ضروري تكتب إنه مفعول به لاسم الفاعل، السياحة هي مفعول به لاسم الفاعل. حكينا عمل اسم الفاعل رفع فاعلا تقديره هي، ونصب مفعول به وهي السياحة، وهو السياحة. اسم الفاعل حكينا علل سبب عمله، جاء اسم الفاعل خبر ودل على حال. مثلا شباب لو كان في عندي بالجملة كانت الأجواء الآمنة في الأردن منشطة، لاحظ أنه كانت الأجواء الآمنة في الأردن منشطة، بما أنه شفنا منشطة وفي عندي بداية الجملة كان، لاحظ أنه كانت تلقائي، أول ما تشوف كان أو إن اعرف أنه الجملة أو اسم الفاعل وقع خبر أو جاء خبر. ماشي يا شباب؟ تستبدل الفعل، تستبدل اسم الفاعل بالفعل، وبتشوف عمله هل رفع فاعل أو نصب مفعول به. ننتقل إلى الحالة الخامسة وهي اسم الفاعل صفة. فنراهم يؤسسون لجانا مساندة الأجهزة الرسمية. لاحظ يا شباب اسم الفاعل عندي بالجملة مساندة، ميم مضمومة مكسور ما قبل الآخر وهو حرف النون. علل سبب عمل اسم الفاعل في الجملة. هل اسم الفاعل معرف بقل التعريف؟ لاحظ انه غير معرف بقل التعريف. اذا سبب عمل اسم الفاعل شرط من الشروط الستة اللي حكيناها ذكرناها سابقا، اما سبق بنفي او استفهام او جاء منادى، اسم الفاعل جاء منادى او خبر، او انه يكون صفة او حال. طبق الشروط على الجملة. مساندة سبقت باستفهام او نفي؟ لا. هل جاءت منادى؟ لم تسبق بحرف نداء حتى تدل على انها منادى. خبر، لاحظوا ان الجمله فعليه، بما ان الجمله فعليه صعب جدا انه يكون مساندتا خبر لجمله. اذا اما صفه او حال. طبعا شباب الصفه دائما معروف انها هي نفسها النعت، النعت يتبع المنعوت، تاخذ نفس حركه ما قبلها. لجانا مسانده، لاحظ انه لجانا منصوبه، مساندة كذلك منصوبة بتنوين الفتح. لاحظ انه بنحكي عن اللجان مؤنث، مساندة مؤنث، انه بتطابق المنعوت في كل حالاتها، بالتذكير، بالتأنيث، بالتعريف، بالتنكير. بالتالي بنعرف انه هاي الكلمة هي صفة. اذا الصفة تتبع المنعوت في جميع حالاته، في التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث، في حالة الرفع والنصب والجر. بالتالي بسهولة بنستدل على انه الكلمة صفة. ولاحظ انه صفة هذه اللجان انها مساندة. اذا عمل اسم الفاعل في هذه الجملة يا شباب ان اسم الفاعل جاء صفة، جاء اسم الفاعل صفة، وبما انه ما في جملة بتدل او كلمة تدل على الاستقبال، اذا دل على حال.
أسألك ما هو أو بين عمل اسم الفاعل، ما هو عمل اسم الفاعل في الجملة؟ بكل بساطة بدنا نستبدل اسم الفاعل بالفعل، يصير عندي ساندت، بما إنه بنحكي عن اللجان واللجان مؤنث، إذا ساندت الأجهزة، ساند فعل والتاء تاء التأنيث الساكنة، الفاعل مستتر تقديره هي، ساندت هي الأجهزة، إذا الفاعل مستتر والأجهزة مفعول به منصوب. لاحظ إنه اسم الفاعل اكتفى بالفاعل، اكتفى بالفاعل أو نصب مفعول به، احتاج إلى مفعول به لاكتمال معنى الجملة. إذا ما هو عمل اسم الفاعل؟ رفع فاعل مستتر تقديره هي ونصب مفعول به وهو الأجهزة. أعرب ما تحته خط الأجهزة، مفعول به لاسم الفاعل منصوب، لازم نذكر إنه لاسم الفاعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الحالة الأخيرة لاسم الفاعل إذا كان حالا أو وقع أو جاء حالا، مثلا يشارك الشباب في برامج تطوعية قاصدين تنمية الوطن. اسم الفاعل بالجملة طبعا قاصد على وزن فاعل لكن بصيغة الجمع. السؤال الأول يا شباب، علل عمل اسم الفاعل في الجملة، علل عمل اسم الفاعل في الجملة السابقة. سبب عمله حكينا إما يكون معرف بآلة التعريف أو واحد من الشروط الستة. هل هو معرف بآلة التعريف؟ لاحظ إنه غير معرف بآلة التعريف، إذا بدنا ندور على شرط من الشروط. هل سبق بنداء، سبق باستفهام أو نفي؟ لاحظ أنه لم يسبق لا بنداء ولا بنفي أو استفهام. هل جاء اسم الفاعل منادى؟ كذلك ما في عندي حرف نداء لحتى يكون قاصدين منادى. هل جاء قاصدين خبر؟ بما أن الجملة فعلية، لاحظ أنه بدأت بفعل، إذا كذلك لم يأتي خبر. شو ضل عنا؟ ضل عنا إما يكون صفة أو حال. نشوف الصفة أو الحال. قاصدين، هل قاصدين يا شباب صفة لا تطوعية؟ لاحظ إنها ما تطوعية، بنحكي عن مفرد، قاصدين بنحكي عن جمع، لاحظ إنها ما طابقت الكلمة، ما طابقت الكلمة اللي سبقتها، بالتالي هي مستحيل إنها تكون صفة، وإحنا ما وصفنا التطوعية بقاصدين أو البرامج بإنها قاصدين، بالتالي قاصدين دلت على الحال. كيف نعرف الحال؟ دائما اسأل عنها بكيف، الحال بنسأل عنها في كيف. كيف يشارك الشباب في برامج تطوعية قاصدين؟ لاحظ إنه هون قاصدين دلت على حال. إذا سبب عمل اسم الفاعل في الجملة لأن اسم الفاعل جاء حال، لاحظ إنها جاء حال ودل على كذلك دل على حال، لأنه ما في عندي كلمة دلت على الاستقبال. إذا اسم الفاعل جاء حال ودل على الحال. ما هو عمل اسم الفاعل؟ عمل اسم الفاعل شو بنعمل شباب؟ بنستبدل اسم الفاعل بالفعل. اسم الفاعل قصد، الفعل تاع اسم الفاعل قاصدين قصد، قصد تنميته، لاحظ قصد تنميته، قصد فعل ماضي، الفاعل مستتر وتنميته مفعول به منصوب بالفتحة. هل اكتفى بالفاعل ولا نصب مفعول به؟ نصب مفعول به. إذا عمل اسم الفاعل رفع فاعل مستتر ونصب مفعول به وهو تنميته. إعراب تنميته، مفعول به لاسم الفاعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذا هاي يا شباب بتكون هي حالات عمل اسم الفاعل، في حال كان اسم الفاعل يا أدبي، في حال كان اسم الفاعل غير معرف بآلة التعريف، لازم تحفظهم. إذا كان اسم الفاعل معرف بآلة التعريف ببساطة خلص بنعرف إما بده يرفع فاعل أو ينصب مفعول به. أما في حال كان نكرة يعني منون، إما بده يكون لازم يعمل بشرطين، الشرط الأول إما يدل على حال أو استقبال، إذا كان عندي بالجملة الآن واليوم فهو بيدل على حال، إذا كان موجود عندي كلمة غدا بيدل على استقبال، إذا كان مسبوق الشرط الثاني إما إنه يكون مسبوق باستفهام أو نفي، أو إنه يكون نفسه اسم الفاعل جاء منادى أو خبر أو صفة أو حال. سبق باستفهام ونفي واضحة إنه يكون الفاعل منادى، لاحظ إنه منادى كذلك إنه يعني بسهولة بتعرفها إنه سبقت بأداة نداء. خبر، الجملة بتبدأ باسم، لازم تكون عندي الجملة بدايتها اسم مبتدأ أو إنه وأخواتها وكان وأخواتها. صفة، الصفة يا شباب بتتبع المنعوت، يعني إذا كانت الكلمة سبقتها مرفوعة الصفة رح تيجي مرفوع، اسم الفاعل رح يكون مرفوع، إذا كانت مؤنثة رح يكون الصفة مؤنثة، إذا كانت
معرفة راح تكون أو نكرة، لاحظ الصفة راح تكون كمان نكرة. حال دائما بتدل على الحال وبنسأل عنها بكيف. نطبق على الأسئلة. بيّن عمل اسم الفاعل الذي تحته خط في كل مما يأتي. الكاظمين اسم فاعل سبق أو عرف بأل التعريف، إذا سبب عمل اسم الفاعل لأنه معرف بأل التعريف. ما هو عمل اسم الفاعل؟ نستبدل اسم الفاعل بالفعل كظم الغيظة. لاحظ كظم فعل والفاعل مستتر والغيظة مفعول به. إذا ما هو عمل اسم الفاعل؟ رفع فاعل مستتر ونصب مفعول به وهو الغيظة. اعلم يا صديقي أني ملتمس لما بدر منك عذرا. اسم الفاعل طبعا ملتمس، هل هو معرف بأل التعريف؟ لاحظ أنه لم يعرف بأل التعريف. إذا ما هو سبب عمل؟ علل سبب عمل اسم الفاعل. بما أنه مش معرف بأل التعريف يا شباب، إذا بدنا نبحث بأحد الشروط الستة. هل سبق باستفهام؟ لاحظ الجملة ما فيها استفهام ولا نفي، لازم يكون سبق مباشرة. لما أحكي لك سبق باستفهام يعني حرف الاستفهام مباشرة وقع قبل اسم الفاعل، وكذلك النفي. والنداء عندما يكون منادى ما بدور على حرف النداء الموجود عندي هون، لازم يكون حرف النداء مباشرة قبل اسم الفاعل. إذا لم يأتي منادى ولا سبق باستفهام ولا نفي، بنبحث عن موقع الإعرابي إذا كان صفة أو حال أو خبر. لاحظ عندي في الجملة أني، وأن حرف توكيد ونصب، وإحنا حكينا إذا كان في عندي كان وأخواتها أو إن وأخواتها بنعرف إنها هي مفتاح الحال. إذا أن حرف توكيد ونصب والياء اسمها، ملتمس هي خبر سبب عمل اسم الفاعل يا شباب. لما يحكي لي الجملة هاي علل سبب عمل اسم الفاعل لأنها أو لأن اسم الفاعل جاء خبر. ما هو عمل اسم الفاعل؟ استبدل اسم الفاعل بالتمس. التمس عذرا. التمس فعل والفاعل مستتر، لاحظ أنه رفع فاعل مستتر ونصب مفعول به وهو عذرا. طبق على الأمثلة الموجودة عندك. لاحظ أنه ما عهدتك يا وسام إلا منجزا. لاحظ أنه منجزا حال. كيف عهدتك يا وسام؟ منجزا، إذن هي حال. ولاحظ واجبات. أنجز هو واجباتي. لاحظ واجبات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. مفعول به طبعا اسم الفاعل منصوب وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم وهو مضاف. سبب عمل اسم الفاعل يا شباب لأنه جاء حال. ثقي أن فرح مدركة. لاحظ سبب عمل مدركة اسم فاعل. سبب عملها، لاحظ أن الجملة شو فيها عندي؟ أن، إذا هي خبر. بما أنه في عندي إن وأخواتها أو كان وأخواتها، إذا اسم الفاعل خبر، سبب عمله خبر. وبما أنه عندي فتحة، إذا نصب مفعول به، رفع فاعل مستتر ونصب مفعول به وهو مستقبلها. كذلك حافظا، لاحظ أنه حافظا نعت، إذا جاء الموقع الإعرابي اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به لاسم الفاعل حافظا. يعني بدك تحكي لي عمل اسم الفاعل، هل رفع فاعل أو نصب مفعول به وتحط الحركة. إني راجل منك التثبت. طبعا اسم الفاعل موجود عندي يا شباب راجل. راجل سبب، لاحظ أنه مش معرف بقال التعريف، بالتالي لازم يكون في عندي شرط من الشروط الستة ينطبق عليه. ومفتاح الجملة عندي إني، بما أنه في عندي حرف توكيد ونصب واسمه، إذا راجل واسم ال إن، إذا راجل هي خبر إني، حرف التوكيد والنصب. ما هو عملها أو شو الحركة الإعرابية للتثبت؟ نستبدل راجل برجا هو التثبت. لاحظ رجا هو منك التثبت، إذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ذاهبة لجين اسم الفاعل ذاهبة، ولاحظ سبب عمل اسم الفاعل إنها سبقت باستفهام. لجين نستبدل اسم الفاعل بالفعل ذهبت لجين. ذهب فعل ولجين فاعل، إذا شو بنضبطها؟ فاعل. إعرابها فاعل لاسم الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. مثلا التدريب الثالث يا شباب بطلب منك، لاحظ إنه كله نفس الفكرة، إنك بدك تعرف إنه هذا اسم الفاعل رفع فاعل أو نصب مفعول به، كله بيندرج بنفس الفكرة. مثلا يا صادقا ابقى على ما أنت عليه. صادقا اسم فاعل. هل بدنا نستخدم عهده بالفتحة أو عهده؟ طبعا بالكسرة مش موجودة عندي، هاي في حالة المصدر، لكن هنا في حال إذا كان المصدر مضاف ممكن نفكر فيها. لكن في هاي الحالة عهده وعهده وعهده في حال اسم الفاعل، إما بده يكون منصوب بالفتحة مفعول به أو مرفوع بالضمة.
يا صادقا اسم فاعل، الفعل صدقة، صدق هو عهده. لاحظ صدق فعل والفاعل مستتر وعهد بدها تكون مفعول به. بهاي الحالة شو بنختار؟ عهد في حالة النصب. هيك يا شباب بتكون انتهت قاعدة عمل اسم الفاعل، ان شاء الله تكون سهلة وبسيطة بالنسبة لكم. أمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية، ويعطيكم ألف عافية.